جالنا سؤال تاني برضه على هل ينصح باستئصال الثدي السليم بعد نجاح علاج الثدي المصاب للوقاية؟ بالنسبة للجراحة في سرطان الثدي، احنا عندنا نوعين من الجراحة. في جراحة تحفظية اللي هي بتشال فيها الورم بس، ودي بقت الأساس دلوقتي لو حالة المريضة تسمح، وفي الجراحة الاستئصال الثدي بالكامل. طبعا احنا بنتكلم على الثدي المصاب. موضوع الاستئصال الثدي الآخر ده بيعتمد على العامل الوراثي، والعامل الوراثي ده بالضرورة لازم تكون المريضة عاملة تحليل معين، تحليل جيني مؤكد إن هي عندها عامل وراثي. لو ثبت ان المريضه عندها العامل الوراثي ده او تحور في الجين المسؤول عن سرطان الثدي، فده هيزود فرصه الاصابه بالثدي الاخر واحيانا المبايض كمان. فلو المريضه عندها جين مصاب، يعني عندها عامل وراثي مثبت بالتحليل، يفضل في الحاله دي انها تستأصل الثدي الثاني. لكن لو ورم ثدي مش ملوش علاقه بالوراثه وجايه حاله فرديه وعملت استئصال سواء للورم او للثدي كله للناحيه المصابه، بنتابع بعدها الثدي الاخر وبنتابع مكان استئصال الثدي المصاب، لكن مفيش ما يدعو انها تشيل الثدي الثاني السليم لو هي ما عندهاش عامل وراثي. في سؤال، في سؤال كان في جزء هي كمان تخص الجراحه. الناس اللي بتخاف تستأصل الثدي، احنا زي ما قلنا في دلوقتي استئصال الورم فقط، وحتى لو تم استئصال الثدي دلوقتي في الجراحات التجميليه اللي هي بتعيد بناء شكل للثدي قريب جدا من الشكل الطبيعي، عشان الناس برضه ما تخافش من موضوع استئصال الثدي. السؤال اللي جه بعد كده، هل هناك أنواع معينة من الأطعمة لها صلة بسرطان الثدي؟ اتفضل يا دكتور. والله دي برضو من الحاجات اللي يعني بنسألها كتير، علاقة الأكل بسرطان الثدي. وفي حاجات كتيرة للأسف مغلوطة وبيتم تداولها بصورة واسعة جدا جدا جدا. الأكلة الفلانية بتزود الإصابة بالمرض أو إنها بترجع تنشط المرض تاني. الكلام ده غير مثبت علميا. الحاجة اللي احنا بنركز عليها هي السمنة. هل السمنة لها علاقة بالأورام؟ لها علاقة بالأورام. لها علاقة بسرطان الثدي؟ من ضمن عوامل الخطورة لسرطان الثدي السمنة. إنما هل من الحاجات اللي بتجيلنا أشهرهم السكر، هل السكر هل تناول السكريات بيزود أو بينشط خلايا سرطانية؟ الكلام ده غير مثبت علميا، غير مثبت علميا. حتى لو يعني اتقال ان الخلايا بتتغذى على السكريات، بس الخلايا الجسم الطبيعية بتاعتنا كلها بتتغذى على السكريات. الانسان ما يقدرش يعيش غير بليفل معين من الجلوكوز في الدم بتاعه، ودي للجسم بيقوم بتظبطها. يعني هو الجسم بيقوم بظبط نسبة السكر في الدم بنفسه. حتى لو انت تناولت كميات كبيرة، هو الجسم هيرجع يظبط النسبة دي. حاجة تانية، تناول اللحوم أو تناول بعض أنواع الفاكهة لها علاقة بيساعد على الشفاء؟ لا، إحنا زي ما قلنا الخطورة في الأغذية اللي بتسبب السمنة دي. إن السيدة تحاول تقلل من وزنها، ده عامل كويس، عامل كويس طبعا، يحسن يقلل من الخطورة، يقلل. حتى لو هي مصابة بيحسن فعالية الأدوية اللي احنا بنديها لها، بيحسن فعالية الأدوية اللي احنا بنديها لها. احنا بنتكلم على التغذية السليمة. التغذية السليمة مهمة لكل شخص وخصوصا المصاب بسرطان الثدي. يعني تناول الفاكهة، تناول الخضروات، التغذية السليمة، البروتينات مهمة زي ما قلنا، بس ما تؤديش إلى سمنة مفرطة. التغذية السليمة برضه دكتور شريف بتساعد أثناء العلاج، لأن وجود الأنيميا أو الضعف العام أثناء العلاج ده بيخلينا نأجل العلاج. فالتغذية الصحية مش بتأثر، مش سبب للإصابة بسرطان الثدي ولا للوقاية منه، لكن بصفة عامة هي طبعا مفيدة زي ما دكتور شريف قال، وبتساعدنا إن احنا ما نوقفش العلاج في النص نتيجة لضعف المريض. السؤال اللي جاي خاص دكتورة هبة، شرفنا بالإجابة عليه. متى يجب البدء بالماموجرام فحص الأشعة الخاص بالثدي، وهل ينصح به لكل امرأة زي الدكتورة هبة؟ مساء الخيرات دكتورة علا. أول حاجة أحب أقولها سلامة أي سيدة ممكن تكون مصابة بسرطان الثدي، ربنا يسلم أي سيدة لسه إن شاء الله ما يجيلهاش. بالنسبة للماموجرام، أصلا إيه هو الماموجرام ده؟ عبارة عن فحص
بالاشعه السينيه او الاشعه العاديه مخصوص للثدي، يعني هو جهاز مخصوص ان احنا ندور بيه على اورام او امراض الثدي عموما فقط لا غير. عندنا نوعين من الماموجرام، عندنا النوع اللي احنا بنسميه الكشف المبكر، المقصود بيه ان اي سيده ما بتشكيش من اي حاجه زي الدكتوره علا كانت لسه موضحاها، بتبتدي بعد سن الأربعين انها تروح مره كل سنه تطمن على نفسها، والحمد لله ما لقيتش حاجه المره دي لازم تتابع السنه اللي بعدها واللي بعدها، ما تكسلش، لان هي الفكره كلها زي ما كان الدكتور شريف لسه بيقول ان جزء مهم قوي من العلاج ان احنا نكتشف الورم بدري، فهي ممكن تعمل مره واثنين وثلاثه بس ما تلاقيش حاجه فتبتدي تكسل، احنا ما نضمنش بعد كده ممكن ايه التغيرات اللي تبتدي وعلى اساسها ممكن يجي لنا سرطان بدري. فالبدايه الطبيعيه لاي سيده ايا كانت مش سيده معينه بسن الأربعين، ما لم يكن عندها معامل خطوره زياده، واعتقد حضراتكم هتوضحوه بعد كده، ان هي مثلا يكون عندها قريب من الدرجه الاولى زي امها او اختها اتصابت بالمرض ده او اكتشفته عند سن 45، فانا دايما ببتدي 10 سنين بدري عن ميعاد اكتشاف الورم عند الاخت او عند الام، فمعنى كده ان انا هبتدي عند 35، ولو لا قدر الله حد اكتشفه عند سن 40 هنبتدي عند سن 30. ده اللي احنا بنسميه ماموجرام للكشف المبكر. طيب في بقى نوع تاني من الماموجرام اللي هو المقصود بيه الماموجرام التشخيصي، يعني الدكتوره علا دلوقتي كانت لسه شارحه ان في بعض علامات لو لقيناها تعتبر مقلقه لازم السيده تروح لطبيب اورام متخصص عشان يكشف عليها، وبالتالي يكتب لها نوع من انواع الاشعاعات عشان نكتشف ايه اللي عندها ده. فاحنا ممكن نبتدي الماموجرام كمان قبل الأربعين، يعني السيده اللي بتروح تكشف عشان عندها بتعاني من مشكله ممكن نبتدي معاها الماموجرام من اول سن الـ30. وعايزه اطمن ان مش كونها انها لقت اعراض لازم بالتبعيه يكون ده سرطان، احنا في حالات كثيره قوي بتجيلنا نعملها الماموجرام وبعدين بنكتشف ان ده يعني يا اما ورم حميد او ممكن يكون ساعات تغيير فسيولوجي مش اكتر. فبرضه عايزين نطمن ان مش كل حاجه هتحسيها لازم تكون حاجه خبيثه، بس هي الفكره كلها ان احنا لازم ندور ورا اللي احنا عندنا الشكوى اللي عندنا عشان لو قدر الله لو عندنا اي اورام نقدر نكتشفها بدري وتبقى طرق العلاج سهله يعني والعبء النفسي والجسدي والمادي منها يبقى.